أخبار كتيرة في الحقيقة حصلت امبارح، كان من أهمها أن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر الاتحادية يوم أمس بالقاهرة الرئيس الألماني فرانك فالتن شتاينماير، واللي بيقوم بزيارة رسمية حاليا إلى مصر برفقة وفد موسع من رؤساء كبرى الشركات الألمانية. امبارح أيضا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال أن هناك مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي للدولة، وأنه يتم حاليا العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات من أجل تشجيع التصدير، وأنه سيتم إعلان أخبار جديدة في ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل. أخبار كتير حصلت امبارح، الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل بقصر الاتحادية بالقاهرة رئيس ألمانيا الاتحادية فرانك فالتر شتاينماير اللي بيقوم بزيارة رسمية لمصر برفقة وفد موسع من رؤساء كبرى الشركات الألمانية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية وتم عزف السلامين الوطنيين. وذكر السفير أحمد فهمي المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية أن الرئيسين عقدا جلسة مباحثات مغلقة أعقبتها جلسة موسعة بحضور الوفدين الرسميين، وأعرب الرئيس عن ترحيبه بزيارة الرئيس الألماني الأولى لمصر كرئيس لألمانيا والأولى لرئيس ألماني منذ 25 عام، مؤكداً تقدير الشعب المصري للصداقة الوثيقة مع الشعب الألماني وما حققته ألمانيا من تقدم صناعي وتكنولوجي. تتطلع مصر لتعظيم الاستفادة منه من خلال المشروعات المشتركة بين الجانبين والدور المهم اللي بتطلع به الشركات الألمانية في نقل التكنولوجيا وبناء القدرات للكوادر المصرية. امبارح أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن أمله في أن تمارس أوروبا ضغط من أجل التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وقال الرئيس السيسي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير بقصر الاتحادية، 40,000 سقطوا في الصراع بغزة، ثلثيهم من الأطفال والنساء، مشيراً إلى أن القطاع شهد استخدام سلاح الجوع ضد الفلسطينيين، وصفاً إياه بالأمر الخطير. وتابع الرئيس السيسي، سلاح الجوع أمر خطير جداً وكان له تأثير على مصداقية وفكرة القيم الخاصة بحقوق الإنسان اللي بنتحدث عنها منذ سنوات طويلة، فهي انتهاك صارخ لحقوق الإنسان وكانت على مرأة ومسمع مننا كلنا وما قدرناش نعمل حاجة. امبارح قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن هناك مؤشرات إيجابية في الأداء الاقتصادي ومنها مديري المشتريات، والأول مرة بعد 4 سنوات بيتجاوز هذا المؤشر 50 نقطة، وهو رسالة إيجابية، قائلاً أطمئنكم أن الاقتصاد المصري قادر على الصمود، مضيفاً أنه بنهاية عام 2025 هيكون التضخم أقل من 10%. وقال الدكتور مصطفى مدبولي أنه بيتم العمل مع وزير الاستثمار على حزمة من التسهيلات لتشجيع التصدير، وهيتم إعلان أخبار جديدة في ملف الطاقة والكهرباء الأسبوع المقبل. أيضاً امبارح التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء فضيلة الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم في إطار مناقشة عدد من القضايا والموضوعات. أشار مدبولي إلى أن الدولة تولي كل الدعم المطلوب في سبيل تحقيق أهداف دار الإفتاء والاطلاع بدورها الفعال في تقديم كل ما يتعلق بالفهم الصحيح لأحكام الدين وقضايا. أيضاً امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة جهود دعم صناعة الدواء، وأكد دكتور مدبولي اهتمام الدولة بدعم صناعة الدواء في إطار الأولوية اللي بتمنحها لقطاع الصناعة، مؤكداً اهتمام الحكومة بتوفير كافة الحوافز والدعم لصناعة الدواء كإحدى الصناعات الهامة التي يمكن أن تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وزيادة الصادرات المصرية. أيضاً امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إنه في إطار حرص القوات المسلحة على تعزيز مجالات التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم جهود الأمن والاستقرار بالمنطقة، التقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية بكل من الفريق بحري إدوارد ألجرين كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والفريق مهندس جائيل دياز مدير التطوير الدولي للإدارة العامة للتسليح الفرنسية خلال زيارتهم لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية. تناولت اللقاءات مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية المصرية والبلدين الصديقين.